إذا أدى الصلاة ولو بحدها الأدنى فإنه لا يجوز أن يعيدها، وإعادتها لا تصحح ما صار في الصلاة الأولى من نقص أو من خلل. هذا جانب. الجانب الثاني أنه شعور نفسي، لا، الصلاة لا تعاد إلا إذا بطلت. إذا بطلت الصلاة، وإما بإحداث أو بتعمد أو بعدم استقبال القبلة مع قدرته عليها، بتخلف شروطها، أو بانتهاك شيء من أركانه، هي التي تعاد. أما يقول أعيدها أخشى أنها ما قبلت أو أني ما أتممتها، فهذا غير صحيح، وهذا يشتهر كثيرا عند النساء، والله أعلم.